بالتوفير. السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. العروض المجنونة رجعت في جميع فروع أسواق المزرعة، عروض قوية جدا ابتداء من 23 أكتوبر إلى 29 أكتوبر في جميع فروعهم حول المملكة. هذا الفرع الضخم جدا الموجود في حي الصحافة، بمجرد تكتبون أسواق المزرعة بيوصلكم لأقرب فرع عندكم. العروض والأسعار والأصناف سنابات القادمة. فجمع ما أخذوا أي رسوم، مكائن الخدمة الذاتية على مدار ال 24 ساعة، هالمكينة في أربع خطوات تقطع لك الأناناس حسب اختيارك وتختار الكوب المناسب لك. يقولك الخطوة الأولى اختر الكوب، الخطوة الثانية دخل الأناناس، الخطوة الثانية اضغط ستارت، والخطوة الثالثة أو الرابعة شوفوا التقطيع، شوفون قدامكم تقطيع بشكل كامل شرايح وعلى مدار ال 24 ساعة وبدون موظفين، خدمة ذاتية. هذه مثلا سعرها ثابت عندهم 17 ريال و95 هللة هالكوب الكبير، يا ما شاء الله تبارك الله فريش، خدمات ذاتية على مدار ال 24 ساعة. تصنع فطورك بنفسك، زبدة اللوز درجة أولى طبعا، تطحن الحجم اللي تبي، 100 جرام 7 ريال ونص. أيضا هنا زبدة الفول السوداني 100 جرام بريالين و99 والكيلو 29 ريال و95 هللة، تشوفونه فريش بشكل طازج مباشرة تطحلك حسبك. أيضا عندكم هنا زبدة الفول السوداني بالشوكلت 100 جرام 4 ريال و50 هللة حسبك. زبدة الكاجو 100 جرام ب9 ريال، هذه على مدار ال 24 ساعة تقدر تصنع فطورك بنفسك على حسب الأنواع اللي تبيها وتطحلك الآلة طحن مباشر. هنا أيضا مكائن عصير البرتقال خدمة ذاتية، تختار الحجم المناسب لك وفرش بشكل كامل هالآلات للتقطيع، طبعا يطلع لكم العصير بشكل مباشر. حجم 330 ملي 8 ريال و95 هللة، حجم اللتر تاخذ عبوة اللتر أو تاخذ العبوة المناسبة لك، حجم اللتر 17 ريال و95 هللة، في أقل من 30-35 ثانية عصير البرتقال الطازج جاهز عندك وتقدر تخدم نفسك بنفسك، إنها مكائن خدمة ذاتية. عينكم الحجم 330 ملي 8 ريال و95 هللة. فجمع مكائن عصير الجزر اللي هنا أيضا على مدار ال 24 ساعة وخدمة ذاتية بدون موظفين، تختار الحجم اللي تبيه، هذا 330 ملي، تحط العبوة هنا وبشكل مباشر بسبعة ريال وخمسة وتسعين هللة هالعبوة اللي تشوفونها قدامكم عصير الجزر. أيضا عندهم حجم اللتر، تسحب حجم اللتر العبوة تطلحن وتحطهن مباشرة وتعبي على مدار الأربعة وعشرين ساعة، السعر للحجم اللتر 22 ريال وخمسة وتسعين هللة. هذا في فرع الصحافة ويشمل أو أغلب الفروع موجودة هالخدمة. صورنا أيضا مكائن الأناناس، هذه مكائن الجزر، الآن في أقل من دقيقة اطلع لكم هالعصير الطازج للجزر، يا سلام هذا قدامكم هالحجم يا تبارك الرحمن، وبدون موظفين تقدر تخدمه بنفسك، عصير طازج من أسواق المزرعة. مجمع الأرز وبأقل الأسعار، طيباتي وما هو بحي الله اسم عنبر بنجابي، أقل سعر ممكن تلقونه هالأيام، هذا خصيصا التعبئة لأسواق المزرعة، سعر قوي جدا في جميع فروع أسواق المزرعة. هذا فرع الصحافة ويشمل جميع الفروع، عنبر بنجابي لك حق المقارنة، أسواق المزرعة يقولون 28 ريال و50 هللة، علما عندهم عروض قوية جدا على الأرز. هنا أيضا طيبات البسمة السيلة 5 كيلو ب 31 ريال و95 هللة، انتهينا ما انتهينا. أيضا عندهم هنا العشرة كيلو البنجابي العنبر 76 ريال و95 هللة، أيضا ملك الأرز بأقل سعر 76 ريال و95 هللة، ما حطوا لك على اسم معين، لا 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 حطوا لك على الأفضل، وهالتعبئة خاصة في أسواق المزرعة زي ما نلاحظ ونشوف. واجمع أقل الأسعار على الزيوت وما هو بحي الله اسم، زيت نور معروف أنتوا عارفين أسعاره كم، حبتين وكل حبة حجم كم، حجم لتر ونص، الحبتين مع بعض بدال 49 ريال ونص لا صارت 39 ولا 29، تأخذها ب 23 ريال و95 هللة، علما يشمل جميع فروع أسواق المزرعة إلى 29 أكتوبر. شوفوا يا جماعة هنا كياس الحليب المجفف كامل الدسم طويل الأجل، هذا أنتوا عارفين أسعاره قبل السعر ترون كيلوين وربع،
بسعر كم؟ بدال 57 و95 تاخذونه ب 29 ريال و95 هلله في اسواق المزرعه. حبين الشاهي حاطين لكم عرض قوي على الشاهي الصمان، اصاله الطعم وعراقه المكان، 100 كيس بسعر بدال 17 تاخذونه ب 9 ريال و95. انتهينا؟ ما انتهينا. ايضا النسكافيه الكلاسيك 3 في 1 24 عبوة داخل هالكرتون ب 19 ريال و95 هلا لا. القهوة هنا من باجة طبعا متوفرة بنوعين، الكلاسيك العادية والكلاسيك المعتدلة، علما الوزن 100 جرام كل عبوة هالقزاز بسعر كم؟ 5 ريال و95 هلا لا. ايضا عندهم علي كافيه 3 في 1 الكلاسيك طبعا بداخله 30 ظرف و10 أظرف إضافية، يعني بمجموع 40 ظرف بسعر كم؟ بسعر هذا العرض في أسواق المزرعة 26 ريال و95 هلا لا. أكبر وزن حجم كيلو الكورن فليكس، أنا أحتاجك تقارن بين الأسعار، لقيت أقل خذ من برا، ما لقيت، هذا سعر أسواق المزرعة القوي، حجم كيلو الكورن فليكس بدالة 49 22 ريال و95 هلا لا. جماعة اللي يبحثون عن العسل، هذا عسل ألماني، عسل طبيعي نص كيلو العبوة، هالعبوة هالقزاز نص كيلو عسل ألماني طبيعي، سعر قوي جدا بدال 41 ريال ونص 15 ريال و95 هلا لا. المايونيز 940 جرام 16 ريال و95 هلا لا. مع كراتين الكيري اللي هنا طبعا بداخلها 5 عبوات وكل عبوة 6 قطع بسعر كم؟ بدال 35 17 ريال و95 هلا لا. هنا المكرونة اللي هنا طبعا وفرة، الاسباجيتي الخواتم الأصابع كل كيس حجم 400 جرام تاخذون 5 أكياس بسعر 8 ريال و95 هلا لا، سواء من نوع واحد أو تنوع بينهن ما عندك مشكلة، السعر 8 ريال و95. مع كراتين الدجاج وبأفضل الأسعار، حنا نتكلم على سادية اسم معروف جدا، هذا حجم 900 حجم مناسب لكل بيت داخله 10 حبات بكم؟ بدال 175 144 ريال و95 هلا لا. تبون بالحبة؟ أسواق المزرعة يقولون تامر على سواء الكرتون أو الحبة بعروض قوية، هالحبة بسعر 14 و95 هلا لا. في العروض اللي عندهم أبدخل على لون اللي هنا بداخله 8 عبوات اسم معروف بسعر كم؟ بسعر 9 ريال و95 هلا لا. عروض الزيوت عندهم كثيرة جدا، يصعب علي اني اخذها كلها، هنا اللتر ونص بركة بسعر كم؟ 9 ريال و95 هلا لا، وهذا صورناه عرضه قوي، حبتين نور ب 23 ريال و95 هلا لا. الليز اللي هنا هذا بكم تاخذونه؟ معروف سعره دوما 7 أو 7.5، هنا عرض قوي في اسواق المزرعة، تاخذون 3 أكياس الحجم الكبير بسعر 13 ريال و95 هلا لا الثلاثة. جميع أنواع المكسرات من باجة خاصة الديلوكس، أي عبوة تختارونها هذا الحجم الـ 450 جرام بدال 53 26 ريال و95 هلا لا في أسواق المزرعة. مع كراتين الحليب اللي هنا من ندى كامل الدسم طويل الأجل 18 عبوة بسعر كم؟ داخل هالكرتون 10 ريال و95 هلا لا. مع كراتين مياه بيرين اللي هنا طبعا هالكرتون بداخلها 24 عبوة حجم الربع بسعر كم؟ 6 ريال و95 هلا لا في أسواق المزرعة. مناديل هنا في أسواق المزرعة، هالشنطة بداخلها 10 عبوات بسعر 11 ريال و95 هلا لا. بيسيل اللي هنا 3 لتر، انتوا عارفين أسعاره برا كم، بدال 44 19 ريال و95 هلا لا. الغسيل الصحون وفير حجم لتر 4 ريال و95 هلا لا. راح عروض أسواق المزرعة عروض قوية، عندكم النيفيا اللوشن 400 ملي معروف سعره، عندهم ب 13 ريال و95 بدل 32، البرت بلس 600 ملي ب 9 ريال و95 هلا لا، اللوكس جل السحمام 500 ملي وأي نوع ب 19 ريال و95 هلا لا، الدوف ال 590 ملي 12 ريال و95 هلا لا. راح عروض أسواق المزرعة عروض قوية، عندكم النيفيا اللوشن 400 ملي معروف سعره، عندهم ب 13 ريال و95 بدل 32، البرت بلس 600 ملي ب 9 ريال و95 هلا لا، اللوكس جل السحمام 500 ملي واي نوع ب 19 ريال و95 هلا لا، الدوف ال 590 ملي 12 ريال و95 هلا لا. اسعار نيفيا في اسواق المزرعه عروض قويه، عندكم النيفيا الرول اي نوع ب 9 ريال و95 هلا لا، البخاخ ايضا 150 ملي اي نوع 9 ريال و95 هلا لا، حتى اللي هنا الانواع الثانيه 9 ريال و95 هلا لا.
أكياس الصوابين الجنتو الأربع كيلو ونص، غسالات الأوتوماتيك بسعر كم؟ الرائحة الأصلية بسعر بدالة 56 19.95 ريال. أيضا عندهم العملاق في عدة روائح، لفندر، نسيم الربيع بدالة 53 26.95 ريال، هلالة 5 كيلو. واحد من أكبر مناديل المطابخ كحجم 720 جرام، شيء توفيري بدالة 19.07 ريال و95 هلالة. ويجمع أقل الأسعار على الزيوت، وما هو بحي الله اسم زيت نور معروف، أنتوا عارفين أسعاره كم. حبتين وكل حبة حجم كم؟ حجم لتر ونص. الحبتين مع بعض بدالة 49.5 ريال، لا صارت 39 ولا 29، تأخذها ب 23.95 ريال هلالة. علما يشمل جميع فروع أسواق المزرعة إلى 29 أكتوبر. شوفوا يا جماعة، هنا كياس الحليب المجفف كامل الدسم طويل الأجل، هذا أنتوا عارفين أسعاره قبل السعر، ترون كيلوين وربع، سعر كم؟ بدال 57.95 تأخذونه ب 29.95 ريال هلالة في أسواق المزرعة. في اللي يبحثون عن الشوايات كل المقاسات موجودة، ببدأ بهالمقاس الجميل، كفرات بالأسفل، أيضا ستاند بالأسفل أو رف بالأسفل، تجيكم مع كامل مرفقاتها، هذه في أسواق المزرعة 94.95 ريال هلالة. اللي يبحثون عن الشوايات الكبيرة، هذه جميلة جدا وعليها سعر قوي، كانت ب 779، فيها طاولتين جانبية تتحرك معكم وقابلة للتصفيط، أيضا هنا الشواية وهنا للتسخين وهنا أمبير الحرارة وهنا التهوية، وأيضا كفرات متحركة وأرفف جانبية بدال 779 399.95 ريال هلالة، ممتازة جدا جدا جدا. واحدة من أفضل الشوايات اللي عندهم، بعطيكم كل مواصفاتها، أمبير الحرارة موجود، أيضا هنا ستاند للتسخين، هنا للشواء الجميل جدا، هنا مكان الفحم وأيضا نزول وطلوع الشبك الموجود داخل، بالإضافة التهوية، طاولة جانبية ما انتهينا، فيها علاقات، فيها عدة مواصفات، أيضا كفرات متحركة، سعرها قوي جدا في أسواق المزرعة بدال 780 ريال، 424.95 ريال هلالة. تجيكم بهالحجم المقابض، ستيل ثقيل، حتى اللي هنا ستيل واللي هنا ستيل، وهذه كامل مرفقاتها جميلة، مع الشوايات اللي هنا حجمها أكبر من هذه، جاية بطاولتين جانبية وكل طاولة منها قابلة للتصفيط، ونفس المواصفات اللي ذكرناها من لحظات، اللي هو هنا مكان الفحم وهنا للنزول وطلوع شبك الفحم، هنا الشواء، هنا التسخين، أمبير الحرارة، التهوية، طاولتين جانبية وكفرات متحركة ومقابض ستيل ثقيل من 875 474.95 ريال هلالة، والحجم اللي أصغر منها هذه هي 424.95 ريال هلالة، كلها موجودة، هذه أو هذه كلها عندهم. شواية هذا الحجم ستاند حجم صغير اللي أبحث عنها عندهم 44.95 ريال هلالة، واللي أكبر منها اللي تجيكم بطاولتين هالنظام 399.95 ريال هلالة. كراسي الطلعات اللي هنا وكراسي الرحلات قابلة للتصفيط هالشكل بالتحديد، حجم كبير بدال 145 79.95 ريال هلالة، أيضا هالنوع 79.95 ريال هلالة، 79.95 ريال هلالة. راسي الأرضية هنا للرحلات قابلة للتصفيط تجيكم بهالحجم وبالمقاس اللي تحدده لسنادة الظهر 74.95 ريال هلالة. دور الجرانيت اللي هنا فيه الإيطالي وفيها التركي، طبعا فيها الأطقم، فيها المفرد، الخصم اللي فيها من 20% إلى 60% على كامل القدور اللي هنا. كواب الستانلس ستيل اللي هنا، عينكم على هالكوب، ويجي من عدة خيارات في الألوان، بسعر كم؟ 19.95 ريال هلالة، ما انتهينا، عينكم على الخيارات اللي هنا مع المزاز، وأيضا خيارات في الألوان 24.95 ريال هلالة. أبعطيكم الأقسام على السريع، قسم كامل للخضار والفواكه الطازجة بشكل يومي، قسم للأكلات الصحية، داخل هالفرع قسم خاص للورود والبوكيهات، داخل هذا الفرع قسم كامل للعصائر الطازجة، تقدر تاخذ من الفواكه اللي عندهم يسوي لك العصيرات حسب الطلب، وعندهم عصيرات وخلطات متنوعة. هذا القسم الخاص بالبهارات والمكسرات وقسم كبير جدا. الجميل في فرع الصحافة ان عندهم قسم خاص بالبيتزا والنابولي على الحطب، الأجبان والمقبلات، هذه خاصة في أسواق المزرعة وشغل فاخر من الآخر. شوفون قسم المخبز كل هالمنتجات اللي هنا،
خاصة من المخبز بداخل فروع أسواق المزرعة. يا أخي أعجبك هالهايبر، تخيلوا هذا المطبخ المتكامل، فيه وجبات تحضر بشكل يومي ولذيذة جدا، تقدر تختار الوجبات اللي تناسبك من الدجاج، المشوي، المقلي، الأسماك، اللحوم، وهنا المنيو كامل. هذا الكيتشن اللي عندهم داخل الفرع، بنص فرع أو بنص الهايبر في أسواق المزرعة فرع الصحافة، حتى هنا مخصصين للسوشي مطبخ خاص. شوفوا تبارك الرحمن، قسم الأسماك عندهم خدمة الشوي والقلي داخل الهايبر، تقدر تختار الأسماك اللي تبي ويشونها ويقلونها لك. كل هالثلاجات خاصة باللحوم، المشاوي، البرجر، جميع الأصناف عندهم. زي ما ذكرت بالنسبة لقسم البيتزا، النابولي اللي عندهم على الحطب.